هتلر حسن تربى بين احضان الكئاب ورجع حليب التعالب شراكسير حسن يوم يحسدنا لا اله الا الله الله اكبر اللهم ان هذا ظلم اللهم ان هذا ظلم اللهم ان هذا ظلم ويحك يا حسن ويحك يا حسن حسن تربى بين احضان الكئاب حسن شرب من حليب التعالب حسن اليوم يعيد امتدنا لما التخلف لما ما عمرك ما تشوف قدام وما عمر التعليم ويتخدم وعم بوسيب الدب ما يتخلجوه لونسينيومون اون غا فيغ دي با توجور اون اغيير وبحال هاد الحاله في الصفات وفتوا عباد الله واحد عندها تريكوا دخلات الدوزاني واحد عنده كانو كلاب تخلص تحت مسكيني انا 25 كون افنيت حياتي قريت لي الفلسفه في الثانوي قريت الابتدائي 25 كون كيف في ريكومبونس ريزيرفي ا موا اكزيل Je pisse ce putain de gouvernement. Je dis à haute voix qu'il n'y a rien dans la mort au Maroc. Marxnage nous prend que toi, Nes. Marxnage nous prend nous de démocratie. On a de la tarlouf. On a de la dictatorie. On a de la tarajo. On a de la fesseur. C'est comme une délégatie. C'est comme une délégatie. وهذا الموجود ها هو النموذج امامكم ها هم الضحايا كاين اللي عبيدات كاين اللي رضا كيبكي كاين اللي كيرضي في فم باش غير الخدمة راك علاش تبقى عندي وليدات في الدار شكون اللي غيحضيهم ليا الى كان غادي غادي الخدمة غيخدع وكتشوف روحي ضاعت من 15 بروفيسور في 15 شدات براسك ودي 20 سنة حسبي الله ونعم الوكيل استعبادنا في هذا الوطن نحن لسنا اساتذه نحن عبيد لنظام زائر نحن عبيد لنظام زائر نحن عبيد لوزاره حسد من جا حسد من الداخليه الداخليه تربت في احضان الجستابو تربت في احضان ثقافه هتلر تربت في احضان ثقافه كتحرق الانسان وكترميه في الفرانات وهذا ما يقع لنا اليوم هذا ما يقع لنا اليوم اصلاح التعليم قالك اصلاح التعليم ما عمر التعليم غيتصلح ما كان متقاد ايش هذا العجله ما عمر التعليم اللي جا كيقولوا لي سير سير انا مش عارف كل شيء باغي يخرج من الباب ديالو عزاله اصلاح التعليم وعيد الله واش 13 نقطه كتدخل المدينه واش واحد عندهم 150 ما كنشوف حق الدار واحد عندهم 13 كيدخل ما كايناش الخدمه ها حاله 217 ها حاله 216 قلبو غيموت كاغور تدافع عند الله داخله وتريزا عباد الله داخله هذا من كان 2015 كيدخل المدينه اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر اللهم فتح اللهم فتح اللهم فتح حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل